طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بكل خير وعساكم على القوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد مساكم مستمعينا بكل مكان مع حلقة جديدة من طاقات بلا حدود، اللي كل يوم بيكون متواصل معاكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدار ساعة كاملة بنلتقي فيها بنناقش كثير من المواضيع اللي بتهم المجتمع بشكل عام، بالذات الشباب والصبايا بشؤونهم الوظيفية والمهنية، من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. اليوم وبناء على طلب الكثير رح نتكلم عن مشكلة خريجين كلية التقنية، اللي حابين يتواصلوا معي بهذا الموضوع. أنا رح أبدأ الآن استقبل الاتصالات والمشاركات، اللي حابين يتشاركوا معي عبر الاسمس أنا بنتظاركم كل مشتركين الاستيسي على 84770 موبايلي على 640660 وزين 746262، خط هاتفنا المباشر والمجاني على 012-61-61-100. أيضا لا تنسون تتشاركوا معي عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @LFFM وأيضا @أمين العبدالله. خريجين كلية التقنية أو كليات التقنية بالمملكة، يعني كثير قريت إن ماكو وظائف، تخصصات كثيرة من ضمن هذه التخصصات، خليني أقول حاسب آلي، برمجيات، تخصص تسويق، تخصص دعم فني، كلهم يعني أشياء كثيرة في مجالات عدة عندهم. لكن للأسف إن يعني أصعب شيء في الحياة إنك تتخرج وما بتلاقي، وبتلاقي كثير من العقوبات توقف أمامك، أحلام وطموحات كثير تحطمت على صخرة الواقع بمجرد ما تخرجوا هالشباب والصبايا من كليات التقنية. قسم التقنية المدنية المعمارية، يعني تخصص مدني، أحد الشباب يقول تخرجت مساعد مهندس، طموحات كبيرة للأسف كانت أكبر من طموحات المسؤولين. يعني من الأشياء اللي قريتها خبر استوقفني كثير، يعني كانوا في خريجين توهم متخرجين أمس بجريدة الرياض، راح افتتاح الملتقى التقني وحفل تخريج المتدربين ومعرض التوظيف بالكلية التقنية. الأمير تركي بن عبد الله راح صاحب السمو الأمير الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس حفل افتتاح فعاليات الملتقى التدريبي التقني 21، حفل تخرج منه أكثر من 2000 متدرب من وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني، ومعرض التوظيف المصاحب اللي راح يعرض فيه الشركات والهيئات المشاركة بأكثر من 3500 وظيفة، فرصة وظيفية للخريجين على مسرح الكلية التقنية بالرياض. نأمل كثير، يعني توني أنا بادية الموضوع، واحد يقول شي يقول تفائلوا بالخير، إن شاء الله راح نلاقي حلول أبو سليمان، إن شاء الله راح نلاقي حلول. طبعا أكيد في مطالب كثيرة لكلية الشباب والبنات المتخرجين من كلية التقنية، في مطالب كثير، يعني هل خططت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوات هامة في شراكتها، مثلا خلينا نقول استراتيجية، أنه يكون في هناك اهتمام من الكلية بتطوير الشباب، استمرار تطويرهم، جعل التدريب التقني تدريب مثلا خلينا نقول متميز ورائد، تكون مخرجاتها تفي متطلبات سوق العمل. أكيد الاهتمام بالمتدرب ما بيقتصر فقط على فترة التدريب داخل قاعة خلينا نقول التدريب وأيضا الورش، إنما المفروض إنه يبتد إلى أبعد مد من ذلك. هل في شراكة ما بين بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص؟ يعني التدريب خلينا نقول بياخذون ثلاثة أشهر من التدريب والعمل في جهات خلينا خاصة، مثلا لو قلنا على سبيل المثال بيساهم القطاع الخاص بتدريب الشباب وأيضا دمجهم بوظائف متاحة. أيضا الشباب اللي بتخرجون أكيد في كثير منهم عندهم طموحات بأنهم خلينا نقول يكملون في الجامعات السعودية، هل فعلا متاح للشباب أنهم يكملون في جامعاتنا السعودية؟ هل أيضا من يعني في فرص
ابتعاد خارج أرض الوطن. أنا أأمن كل الشباب كل الصبايا اللي بيسمعونا الآن وحابين يتشاركوا في موضوع اليوم رح أبدأ أستقبل مشاركاتكم. رح ناخذ أول مشاركة معنا من محمد. محمد سعد مساك. ألو. يا هلا يا محمد، شلونك؟ مساء الخير. مساء الأنوار، حياك الله يا محمد. والله أنا منحاش من الدوام ومستأذن الصراحة. مستأذن ومنحاش بعد من الدوام؟ إيه يلا. لا منحاش، ماني مستأذن والله. مو مستأذن، منحاش قلت عدل؟ لا قلت منحاش من الدوام، ما حد يدري. ما حد يدري. عارف يا محمد الحين شو بيقولون؟ بيقولون يلا هاك استلمي استلمي أمينة، برنامج بتهتمي فيه بالتوظيف ودائما بتقولين شبابنا وشباب وبناتنا السعوديين، وكها واحد متصل قاعد يقول أنا منحاش، شو رأيك؟ بتجيبها على راسي الحين محمد. محمد أنا منحاش عشان أتابع برنامجك، لازم أول اتصال أنا. محمد الموسى عدل؟ محمد البيشي. محمد البيشي، حياك الله محمد. محمد أنت خريج شنو؟ والله شوفي أنا قبل ما أدرك خريج شنو، والله أخوي خريج شو اسمه كلية التقنية. كلية التقنية يلا. كلية التقنية اللي في الرياض، وش اسمه ماخذ إدارة أعمال. حلو. لقى وظيفة؟ طيب لقى وظيفة يا محمد ولا ما لقى؟ إيه لقى. لقى؟ بس ما يبي وظيفة عسكرية، ولقى أحد البنوك. أقول اسم البنك ولا لا؟ طب لقى في احد الاحاد يقول اسم البنك. طب كويس انه لقى في بنك، يعني في فرص وظيفيه متاحه لهم، لان في فرص وظيفيه. انا 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 رحت اقدم على الوظيفه اللي انا فيها، والله يقولون الاولويه اللي ماخذ الجامعه والكليه الاولويه، يبون ناس حاسب، يبون. طيب لان كثير قاعدين يقولون تخصص دعم فني، يبون يواصلون دراساتهم، خلينا نقول دراساتهم بالجامعة، يقولوا لك ما في فرص وظيفية، مدى صحة هذا الكلام يعني؟ لا لا والله في، بس اللي أنا أقول لك اللي يبي يلقى، اللي يبي بيلقى. شكرا لك يا محمد، ودير بالك على دوامك يا محمد، إنزين؟ شكرا لك. طب من الشغلات أيضا اللي يعني، ولا نأخذ اتصالات، خليني أخذ فواز. فواز ألو يا فواز. يا هلا يا فواز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك؟ مساء الخير. يا هلا، مساء الأنوار يا فواز. هلا وسهلا فيك، أنا خريج الكلية التقنية. يا سلام، حلو، خريج كلية، يلا عطني قسم دعم فني. قسم دعم فني مثل ما قلت في البداية. طيب طيب شو المشاكل اللي خمس سنوات؟ خمس سنوات لي حاليا بدون أي وظيفة. خمس سنوات، أنت لين الحين ما تلاقي وظيفة؟ هل ما أنا بلاقي وظيفة، معدلي أربعة. معدلك أربعة، أربعة من كم؟ من خمسة صح؟ أيوة أربعة من خمسة. طيب ليش ما لقيت وظيفة؟ هل يعني طرقت كل الأبواب ما لقيت، أو كان في أسباب معينة يعني؟ في كل مكان ما بقل أروح المخابش. طيب كاو شفت اللي قبلك محمد يقول لا في لهم وظائف، شلون يقولون ما في؟ بالواسطة في وظائف. بالواسطة في وظائف. إنزين. اللي ما عنده واسطة ما يقدر يتوظف. اللي ما عنده واسطة ما يقدر يتوظف. طيب أنت إدارة أعمال دبلوم بشهادتك صح؟ دبلوم دعم فني حاسبالي. حاسبالي هذه يا كثر ما قريتها في النت، دبلوم دعم فني. من الأحسن خريج. من الأحسن على فكرة، يعني من الأحسن. يلا أنا قريت يا محمد يا فواز عفوا، إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني راح تخطي يعني خطة مرة مهمة، في عندها شراكة استراتيجية مع شركات وطنية رائدة في مجال الصناعات البترولية، يعني راح يدمجون يعني. بس هذه توها الشراكة، هذه احنا القديمين خلاص راحت علينا. لا ما راحت عليكم، ما راحت علينا. لا ان شاء الله الخريجين الجدد هم اللي لهم الأولوية ولهم كل شيء. لا احنا نأمل القدامة ما لنا اي شيء بالواسطة وبالموت يعني يصير في توظيف عندنا. نعم لا احنا نتمنى أن يكون في فرص وظيفية حتى للخريجين القدامى، يعني مو بس أنتم يعني بس الجدد، لكن أتمنى. أنت ليه الحين ما لقيت وظيفة يا فواز؟ إيه الآن. طيب فواز ما تفكر تكمل دراستك؟ كمل دراستي؟ لا وين كمل دراستي؟ طيب تاخذ البكالوريوس. مخي قفل. لا أشياء خلاص، معناتها العذر عليك عيال الحين، أنت حطيت عليك يا فواز، كمل دراستك. معني انا سمعت انه يعني في صعب انكم تلتحقون بالجامعات السعوديه. بعدين عمري ما يسمح، اذا بكمل بكالوريوس عمري ما يسمح. يعني كم عمرك؟ في مستقبل افضل يعني. كم عمرك؟
حاليا 27 سنه. لا وين لسه 27 وتقول لي ما يمدي؟ معليش اجل العله فيك انت يا فواز، بسرعه لو سمحت قفل الخط وروح قدم، خذ اوراقك وقدم على اقرب كليه، او حتى لو بالابتعاث تطلع لحسابك. هذا مستقبل، مستقبل مو بس مستقبلك انت، مستقبل عيله قدام اذا تبي يعني تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. ناخذ ابو ابراهيم. يسعد لي مساك يا ابو ابراهيم. ومساك اخت امينه، حياك الله، تفضل. بحكي لك عن واقع عندي احد المسؤولين المؤسسه. تفضل. لازم نكون صريحين ونضع النقاط على الحروف. تفضل. المؤسسه يعني تخبط كبير، يعني الهيكله تغيرت فيها اكثر من 3 مرات بدون فائده. اها. المعاهد تغلق اليوم وتفتح بكره وبدون اي يعني بدون ما تكون مبنيه على اي اسس. في اشياء يعني كانوا يستفيدوا منها الطلاب، مثل الاخ اللي اتصل قبل شوي، انتي سانتي، يعني اكمال البكالوريوس. اكمال البكالوريوس كان كان موجود قبل فتره خصوصا للي على راس العمل، كانوا يقدرون يكملون بالموازي مساء. حلو. لكن الغريب انه قفلوا قفلوا الامكانيه هذه. نعم. انا يا ابو ابراهيم من المشاكل اللي قريتها عند خريجين كليات التقنيه انهم ما يقدرون لا يكملون في الجامعات السعودية. لا نتكلم عن نفس الكليات التقنية. كان في إمكانية الإكمال بالكليات عن طريق التعليم المسائي. طيب. فأغلقوا الإمكانية هذه رغم أنه كان كمية كبيرة من الطلاب يستفيدون منها، لأنه يكون طبعا أغلبهم يكون يشتغل بالدبلوم ويجي يكمل مساء، لكن فجأة أنهوا البرنامج هذا اللي هو الموازي. في أشياء أخرى يعني ممنوعين فعلا من إكمال البكالوريوس الجامعات. طيب. ما في عندهم الإمكانية هذه، ما أدري ما أقدر أحكم هل المشكلة هذه من المؤسسة أم من الجامعات، هذا شيء نعم. ما أقدر أحكم فيه. نعم، لأن أنا من الأشياء صراحة اللي انصدمت فيها أن كثير من الشباب قدموا يعني بالذات على جامعة بريطانية وقبلوهم وما شاء الله قاعدين يكملون ورجعوا بمسميات مهندسين. صحيح. هل صحيح. يعني الأولى جامعاتنا بدل ما عيالنا بيطلعون يعني يكملون دراستهم بالخارج. أنا أستأذنك. أنا جدا سعدت بهذه المشاركة أبو إبراهيم، يعني شكرا لك وعلى هذه المداخلة، أتمنى كل مداخلاتنا تكون بالمثل. إحنا رح نطلع فاصل سريع لكن رح نرجع نواصل معكم مستمعين الكرام ومع موضوع اليوم لمشاكل التوظيف عند خريجين كليات التقنية عبر الاسمس اللي حابين تشاركوا معنا مشتركي الاستيسي على 84-7700 موبايلي 640-660-74-6262 خطنا المباشر والمجاني 012-61-61-100 طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمين العبد الله. حاخذ مشاركة هاتفية أساس الوقت بدأ يدهمنا موعد صلاة الظهر. عماد. عماد السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا عماد، تفضل. مساك الله بالخير أختي أمينة. مساك الله بالرضا والسرور. اليوم موضوعنا يا عماد عن خريجين كليات التقنية. أنا عارف أن خريجين الكليات التقنية. أنا ماني خريج كليات تقنية. طيب. أنا خريج معهد صحي دبلوم 3 سنوات. إنزين. اللي هم قالوا إنه الدبلومات وما الدبلومات بتوظف الصحية وا 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 وا. أنا صار لي الآن سنة أنا والخريجين اللي معي الدفعة الأخيرة اللي معي. ولا قد شفنا اي مبادره نهائيا حتى المستصفى نهائيا من برنامج برنامج، كل مره يقولوا سجلوا برنامج، كل مره يقولوا سجلوا. طيب. برنامج عماد يعني انت 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 متخرج من المعهد الصحي حكومي مو قطاع خاص، يعني مو من المستشفيات اللي بتقدم دورات. معهد خاص. معهد خاص. طب المعاهد. ايه. المعاهد معاهد. طيب لان في مستشفيات بتقدم لك التدريب مثلا بتعطيك مكافاه 2500 3000 لكن منتهي بالتوظيف. انا كنت مدعوم من الحكومه، أنا كنت مدعوم من الموارد البشرية. وأحب أنوه إن المعهد الوحيد اللي في السعودية 3 سنوات بصريات المعهد اللي أنا كنت فيه. لا ما أخذ أسماء. طيب. هي 3 معاهد ما غيرها أصلا. معروفة هي المعاهد، هي معروفة يعني من غير ما نطري أسماهم معروفة. طيب يا عماد يعني إن شاء الله نخصص لكم يعني الحلقة هذه حق خريجين كلية التقنية من كثر ما تكلموا على الويب سايت حقي. اللي في مخي أصلا أنا ودي تخصصين. يعني حفتح لكم حق حتى انتم حقين معاهد الصحه اللي يبون يشاركون في حلقه اليوم مرحبين فيهم، تقدرون تتشاركون وتحطون اصواتكم ونامل بمشيئه الله تعالى ان تتوفر وظائف لكم كشباب وايضا لبنات.
قبل ما اطلع الفاصل حب اشكر كل اللي قاعدين على صفحتنا بتويتر على @الفلفافام واللي قاعدين يرتوتون لحلقه اليوم. علاء سعود الف شكر ليك، عادل مكه، حسين السعيد، عمر النور زميلي شكرا ليك، قلبي عن غيرك تسكر، امبي هتان محمد وبدر البدور وهيثم الرفاعي وساميه بن فيصل عاشق السفريات وعماد العبوس فهد الغريبي عمر حافظ وايضا اتكيت ابوي اتكيت يا سلام. اليوم موضوعنا عن خريجين كلية التقنية، كثير اكيد من المشاكل صادفتهم بمجرد تخرجهم، كثير ايضا طبعا يمكن طموحات للاسف عقب ما تخرجوا اصطدمت على ارض صخرة ارض الواقع. سامية بن فيصل صحيح ان في اخوي لكن ما لقاها بهذه السهولة، الوظيفة ما في. سامية كثير مشاركاتك عجبتني عزيزتي، رح أقراها. في وظائف لهم بس بالشركات الخاصة لكن مدة محدودة، ما في ترسيم وتثبيت. رح نطلع فاصل لأذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة ولنا عودة أخرى مع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة، رحب بكل أصدقائنا وأحبتنا اللي شاركوني حلقة اليوم من بدايتها وأيضا كل اللي جالسين ينضمونا بهذه اللحظات. أذكركم أن موضوعنا اليوم عن مشاكل التوظيف عند أو مشكلة التوظيف عند خريجين كليات التقنية، وما رح نزعل أيضا خريجين التخصصات الأخرى، بإمكانهم أيضا أنهم يتشاركوا معنا في حلقتنا اليوم. للي حابين تشاركوا معي اليوم، حابين توصلون أصداء أصواتكم لأكبر فئة ممكنة عبر تويتر، كل اللي عليكم بس أنكم ترتوتون لحلقة اليوم على @الفلفافام وأتمين العبد الله عشان نوصل صوت أصداء أصوات الشباب والبنات اللي متخرجين من كليات التقنية. كل اللي علينا بس أن نرتوت لحلقة اليوم على أساس أن أصداء أصواتهم توصل للمسؤولين. أيضاً اللي حابين تشاركوا معي في حلقة اليوم عبر الاسمس، كل اللي عليك أنك بس تكتب لي مشكلتك أو تكتب لي اسمك وإن شاء الله رح ناخذك مشاركة هاتفية ناخذكم. للي حابين تشاركون عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84-7700 موبايلي على 640-660 وزين 7462-62. وبالنسبة لخط هاتفنا المباشر المجاني اللي حابين تشاركون بشكل مباشر على 012-61-61-100. وقبل ما أبدأ طبعا أخذ أو استقبل اتصالات، رح أشكر كل اللي قاعدين فعلا يساعدون الشباب ويساعدون الصبايا بتوصيل أصداء أصواتهم عبر تويتر كوما أو فاصلة، شكرا ليك. وأيضا شكرا لهتان محمد، بدر البدور، حسين السعيد، مشاكس، دلال العقدة، مريم الزين، رزان، روني، أم حمد، ووائل كمال. حاتم الدوسري بيقول متوفر وظائف بالشركات براتب 3000 وفوق بس علشان السعودة ويكون فيها الموظف سعودي دوره قليل مجرد حضور فقط. يا حاتم طيب منو بعد؟ بنت المري، شكرا لك بنت المري على كل كلام الحلو اللي قاعدة تكتبينه. أنور بيقول مساءكم سعادة، الوظائف متاحة إذا التخصص مطلوب. طب التخصص مطلوب عزيزتي، معناته أساسا ليش بيفتحون هذه التخصصات إذا ما كانت بالأساس مطلوبة. أنا خريج كلية السلطان، بيقول أنا خريج الكلية التقنية دبلوم مختبرات كيميائية من عام 2008 والحمد لله أنا مسؤول قسم في أكبر شركة أدوية بالسعودية الحمد لله. هذا نموذج حلو. يلا سارونا، شكرا لك يا سارونا، خريجات المعاهد الخاصة دبلوم سنتين إلى أين؟ ربي يسعدك أمين وشكرا لك أكيد إلى أين. المهندس مشعل خليفة، كاقتراح جامعاتنا بالمملكة لا تملك نظام تعليمي مهني لمراحل عليا، عجبتني كثير. نبي يكون في النظام اللي حضرتك قلتها يا باش مهندس مشعل، يكون في نظام تعليمي مهني لمراحل عليا، يعني هم حابين يكملون تعليمهم بس للأسف الجامعات مقبلتهم. طب أنا حاب أني أواصل في بكالوريوس ماستر دكتوراه، هل معقول أني أتوجه لخارج الدولة وعلى حسابي الخاص وأكمل مسيرتي التعليمية؟ لا، نبيهم يقبلونهم بالابتعاث. سامية بنت فيصل تقول أنا الآن خريجة من الجامعة وياليت أن الابتعاث يقبلني لا يكون مصيري مثل مصير غيري. يلا إن شاء الله مصيرك عدل. حسين السعيد، مساء الخير أستاذ أمينة، أخوي خريج الكلية التقنية دعم فني الآن 9 سنوات بدون وظيفة،
شيء مؤلم 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 أخوي حسين. طيب سمايل تو بي هابي، ان شاء الله كلهم راح يبتسمون. مشكله الشركات الاعتماد على اي جنسيه وعدم اعطاء الفرصه للسعوديين، تكلمنا عنها اخوي، لكن ان شاء الله لا نقول ان في فرص وظيفيه للسعوديين. ثلاثه من اخوياتي متخرجات من سنتين يدورون وظائف للان ما لقوا وظائف ثابته، يا بنت المري ان شاء الله الوظائف جايه. طيب من نايف بكودح، نايف العمل المهني يتيح للشخص التعلم اكثر وزيادة الخبرة في الميدان، بينما العمل الأكاديمي ينمي مهارة الإبداع والابتكار، فأين فأيهم أنت؟ إحنا بنتكلم عن الخريجين يا نايف، بس رح أتوتها لك. خليني أخذ حسين، رح أرجع المشاركات الهاتفية. أخوي حسين السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أختي أمينة. يعافيك الرحمن إن شاء الله. مشكور على البرنامج الحلو هذا. شكرا. الله يعطيك العافية. أختي أمينة أتوقع يعني مشكلة الوظائف يعني هي ما هي مشكلة، بس إنه خريجين الكلية التقنية موجودة وظائف، الكل ما يختلف موجودة وظائف. موجودة. وبرواتب يعني زينة. يعني كم الرواتب الزينة يعني هذه؟ يعني أنا من خريجين كلية التقنية تخصص تقنية ميكانيكية من 2009. حلو. طب كهو واحد مشارك يقول أخوه متخرج من 2008 ما لقى ليه الحين والله ناطق. والله أنا سبق واشتغلت في يعني اشتغلت في شركات قبل كذا، ولكن يعني الآن موظف حكومي وبراتب يعني ما شاء الله فوق 7000. طيب حلو. كبداية يعني. أنت من أنت متخرج من 2009 قلت صح؟ نعم تقنية ميكانيكية نعم. طيب لقيت وظيفة على طول؟ والله لا بعد طلع ونزل على قولهم، يعني اشتغلت في كذا شركة. ماكو مشكلة. نعم يعني الدنيا ما خلقت في يوم وليلة على قولهم يعني. فالواحد يتعب يكدح لين ما يلقى. نعم انت يعني انت خريج كلية معهد صح سنتين؟ لا كلية تقنية. كلية التقنية بجدة. كلية التقنية 4 سنوات يعني؟ لا سنتين. سنتين ايه توقع قاعد اقول لك سنتين تقولي ما فكرت انك تكمل دراستك يا حسين؟ والله شوفي يعني هي المعضلة صراحة في تكملة الدراسة بالنسبة لخريجين كلية التقنية. ماكو مجال لكم. ما في مجال لانه يعني جامعات السعودية هنا يعني ما بتعدل لنا شهاداتنا ونكمل فيها. للأسف. وحتى حتى الابتعاث مش متاح لكم صح؟ متاح بس يعني متاح بشروط يعني معجزة صراحة. بس إنه النقطة اللي أنا بوصلها، خريجين الكلية التقنية لو حب إنه يكمل البكالوريوس في كلية التقنية شروط تعجيزية. شروط تعجيزية يعني السنة الماضية بدأوا يستقبلوا فيها طلبات البكالوريوس، ومن ضمن الشروط التعجيزية اللي هي اللغة، علما انه دراسه البكالوريوس باللغه العربيه في الكليه طيب. التقنيه. شوف يا حسين خليك على الخط اوكي، راح نطلع فاصل سريع لكن راح ارجع اكمل اواصل معك، ابغى اسمع الشروط التعجيزيه دي اللي حاطينها لكم شيني بالضبط. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع امين العبد الله. ما زال معنا حسين، اتصال حسين اللي قال تخرج وتوظف لكن ما في إمكانية إنه قال إحنا خريجين كلية التقنية إن نواصل دراستنا الجامعية، لو حبوا إنهم يخلصوا مثلاً البكالوريوس إلا بشروط تعجيزية. حسين. نعم موجود. يلا حياك. شنو الشروط هذه اللي شرطينها عليكم عشان ممكن إني أنا أكمل البكالوريوس في بلدي؟ يعني واحدة من الشروط التعجيزية يعني وأولها اللي هي على رأسها اللي هي اللغة الإنجليزية أو اختبار الكفايات أو التوفل أو الآيلتس إلى آخره. طيب يعني من البداية من أول سنة تحضيرية. من أول سنة يعني هم طالبين أساس أنت تدخل في برنامج البكالوريوس تكمل في برنامج البكالوريوس لازم يكون عندك أنت اللغة، يعني زي ما تقولين يعني 50 في الآيلتس أو 50 في اختبار الكفايات اللغة الإنجليزية إلى آخره. إنزين هذا الشرط المفروض يعني يعاد فيه نظر أنا بشوف. علما انه دراسه الدبلوم العالي او دراسه البكالوريوس كلها باللغه العربيه اكيد طبعا. فانا يعني من هذه واحده من ضمن الشروط التعجيزيه. يعني زي السنه الماضيه في نظام ثلاثي بالكليه التقنيه 3 ترام بالسنه. انزين الترم الاول بدا تقديم من الترم الاول للسنه الماضيه، قدمنا كلنا ويعني انتهى الموضوع فينا انه ايه ما اكتمل العدد. السبب كان الشروط التعجيزيه، واحده من الشروط التعجيزيه هذا السبب ما اكتمل العدد. طيب والترم الثاني والترم الثالث على هذا النحو الين ما انتهت السنه ولا قدرنا نبدا يعني ولو كلاس واحد. اكيد اتفق معك بسبب الشروط التعجيزيه. اتفق معك.
يعني للأسف يعني أتمنى عفوا يعني فعلا يعاد النظر فيكم أنتم كخريجين، مو بس يعني أنتم مثل أي أنت حضرتك مثل أي شاب سعودي، حتى لو مو بس تبي تكمل دراستك هنا في السعودية خارج السعودية لما يكون لك فرصة أنك تبتعد، يعني مو بس أنكم صراحة تكملوا دراستكم هنا داخل المملكة. يعني عشان أكون صريح معك يعني إحنا عملنا مقابلات شخصية وأوراقنا منتهية وقبلنا، بس اللهم إنه العدد ما اكتمل في برنامج البكالوريوس. يعني كم يبون يا حسين كم يبون؟ أقل عدد أساس يفتح كلاس 15 طالب، تخيل 15 طالب ما اكتمل أساس يفتح تخصص التقنية الميكانيكية. مستحيل إذا عشان 15 إذا قاري الخريجين فوق 2000 الخريجين فوق 2000 يعني. أنا ما زي ما أقول لك يعني إنجليزي ما في الناس ما عندنا. إيش أكيد إنه ما راح يكون. خريجين كلية تقنية دبلوم عالي إنجليزي ما في إنجليزي لأن دراستنا باللغة العربية عشان أكون صريح معك. نعم في ندور جدة بيقول أغلب دفعتي هو متخرج مثلك، يقول خريجين 2009 كلهم دخلوا العسكرية. قل منهم اللي توظفوا في تخصصاتهم العسكرية، هل توجه آخر لكم يعني يا حسين؟ والله في يعني إذا الواحد على قولهم عجز يلقى وظيفة فآخر حل عنده العسكرية. هذا آخر حل لأنه العسكرية. يعني أنا أكون صريح معك، السنة اللي فاتت لما كنا بنعمل المقابلات الشخصية واحد من الناس اللي بتعمل المقابلة الشخصية قال لي أساس ترتاح العدد ما راح يكتمل إلى السنة الجاية، العدد ما راح يكتمل، فأنت يعني ضيح بالك واطلع برا كمل دراستك. أقل الناس بتعادل لك شهادات هناك يعني مثلا في بريطانيا. أنتوا في بريطانيا، أنا قريت بريطانيا أغلب خريجين كلية التقنية بيروحون على بريطانيا بيعدلون من الساعات صح؟ يعني تقريبا تطلع لك 3 سنوات بكالوريوس وتجي حامل شهادة مهندس. طبعا 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 أطلع وأنا مغمضة بعد، يعني إذا بروح بريطانيا برجع بشهادة بعد يعني من دولة عريقة ومعروفة من جامعة كبيرة، شيء أكيد إني وأتعامل كمعاملة مهندس والراتب يكون بعد دبل أضعاف الأضعاف زي ما يقولون. أكيد. نعم شكرا لك يا حسين. الله يعطيك العافية، هذه النقطة بس اللي حبيت أوصلها وشاكر ومقدر لك. شكرا. وأنا شاكرة لك وشاكرة مشاركة كل طبعا الشباب. فواز العنزي يلا شكرا لك. أزيل يقول كل الوظائف ما بتخلى من حرف الواو يا أمينة، نأمل إنه يعاد النظر. أحمد بن فيصل أنا خريج دبلوم عالي مختبرات طبية عاطل لي أكثر من 3 سنين ولله الحمد. طيب المهندس مشعل خليفة بيقول بالعكس اللغة الإنجليزية مطلب مهم بنظري. طيب ما اختلفنا يا باش مهندس، مطلب مهم لكن مش من أول ما يحطون رجلهم بالجامعة، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك سعود مو مطبقين النظام هذا، في حرام ليش معنا هم اللي بيطبق عليهم. طيب حسن نادي الشعب شكرا ليك يا حسن. أرقام التواصل ذكرونا فيها، يلا نذكركم فيها اللي حابين يتواصلوا معي في موضوع اليوم، خريجين كلية التقنية لا وظائف لا دراسة لا ابتعاد، مشتركين الاستيسي على 84-770 موبايلي 640-660 زين 74-62-62. بالنسبة للخط هاتفنا المباشر المجاني 012-61-61-100، صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم وأيضا @أمين العبدالله، ونبي نوصل أصداء أصوات خريجين كلية التقنية عبر تويتر لأكبر شريحة ممكنة. وش مهندس مشعل بس بسألك سؤال، أنت أول ما تخرجت من الثانوي وجيت تدش الجامعة هل كان عندك اللغة الإنجليزية هذه اللي تدخلك التوفل على طول ولا لا؟ بس جاوبني لو سمحت. ناخذ معنا منه الحين عبد الرحمن ولا حسن. حسن ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك يا حسن شلونك؟ مساء الخير أخت أمينة، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى طاقم البرنامج، الله يعطيكم العافية ويعافيك إن شاء الله. حسن من وين أول شيء قولي، من أي مدينة؟ من جدة. من جدة. حضرتك خريج شنو؟ والله شوف أنا خريج بكالوريوس صراحة، لكن يعني أنا أختلف معكم شوي في وجهة النظر لأني أشوف إن صراحة يعني الفرص الوظيفية للدبلوم أكثر بكثير من البكالوريوس. يعني أنا لما تخرجت من البكالوريوس رحت وظائف كثير كنت أقدم عليها كان يعني طب على الدبلوم يبون يعني البنوك يبون دبلوم ما يبون بكالوريوس، ما يبون يبون خريجين كليات التقنية يعني. أيوة يعني دبلوم يعني سنتين زي التقنية كذا. والله هذا خبر حلو، خبر حلو. وأنا أشوف يعني إنه كل ما زادت درجتك العلمية كل ما يعني تقلصت الوظائف. عشان الراتب، عشان الراتب راح يزيد. ها عشان الراتب عشان يعني ميزات ثانية يعني أكيد. فأنا أشوف إن الدبلوم كثير وظائفه يعني، بس في شباب يعني يبغى على طول يتخرج يتوظف يعني ما يأخذ خبرة مثلا من شركات يعني براتب قليل كذا. نعم طيب شكرا لك يا حسن. يعني في يعني خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في خطوة يعني
كبيرة، خطوة مرة مهمة، عملت شراكة استراتيجية مع شركات وطنية مثل ما قلت لكم في البداية رائدة في مجال الصناعات البترولية، بذلك بتشغيل لست معاهد متخصصة بتعني بتدريب الكوادر السعودية الشابة للعمل في مجال البترول والإنشاءات النفطية من خلال تنفيذ برامج تدريبية معدة باتقان للتحسين من كفاءة المتدرب السعودي، وعلى أساس أن يكون فاعل في رفع الناتج الاقتصادي المحلي، خاصة وأن العائدات البترولية بتمثل حصة كبيرة من اقتصاد المملكة. حلو حلو أن نسعود أيضا قطاع البترول، نتمنى فعلا بأسرع وقت ممكن أن يتم سعودة قطاع البترول. أكيد هذا رح يحقق يعني تطلعات التوجه الحكومي ورح يساعد في توطين الوظائف. في خبر حابة أقرأ يعني للبنات أيضا، البنات اللي متخرجين من التدريب المهني، أن تم تأهيل 1200 فتاة للتدريب المهني اللي وقعت رئيس مجلس إدارة شركة السراج المتحدة القابضة سيدة الأعمال نشوى طاهر والمدير العام لمعهد، هذا الخبر اليوم يعني كل أخبار اليوم صراحة أنا قريتها، اللي المعهد العالي العفو المدير العام لمعهد المستقبل سيدة الأعمال رجاء مؤمنة، اتفاقية مع بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والخيري لتأهيل عدد من الفتيات في مجال التدريب المهني والتقني ومنح دبلومات خاصة لهم. أيضا سيدة يعني حلو الخبر كثير عجبني، ونتمنى إن شاء الله أن يكون يفتحوا لهم أبواب وأفاق أكثر. خلينا ناخذ أبو جليل، يسعد مساكي أبو جليل، نبي نوظفهم يا جماعة الخير. أبو جليل طيب البش مهندس مشعل يقول ساعدوني أهلي، الحمد لله ربي أكرمني بوالدين، ساعدوني من أول سنة في دراستي بالابتدائي باللغة الإنجليزية ولله الحمد. طيب الحمد لله ربي أكرمك أخوي بش مهندس مشعل، لكن ترى مو كل شبابنا يعني حظى بتعليم انترناشونال ولا اللغة الإنجليزية من البداية. إحنا من يعني من الصعوبات التعلم عندنا هنا في السعودية إن بنتخرج من الثانوي صراحة كثير بيتخرجون ما يعرفون A من B من C، فصعب شلون التحقق بالجامعات. طيب يلا ناخذ ابو علي من حايل معايا فدوى. علي ماكو علي. طيب ناخذ محمد ابراهيم، محمد بينتظر من اول يعني داز اسمه. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام اخوي محمد، صح؟ اي نعم، الله يعطيكم العافيه على البرنامج. باختصار انا ما ابغى اخذ وقت طويل. لا تفضل. اول شيء الله يعطيك، بالنسبه انا بتكلم عن كليه الاتصالات مثال، المؤسسه العامه بشكل عام ما تأهل الطالب للسوق العمل. يعني احنا ندرس في اشياء لكن لما نجي نطبقها في الشركات تماما مين موجودة، اشياء نظرية عتى عليها الزمن، اشياء قديمة جدا ما تجددت. وبالنسبة للكليات اللي هو اللي بيكمل اللي يبغى يدرس بكالوريوس، المشكلة اللي تواجه اي احد يبغى يكمل البكالوريوس اللي هي معادلة الساعات. يا سلام. مثلا في الجامعات انا اللي حاولت اني اكمل لكن ما كان في فرصه، رحت للجامعه وحاولت اني اعرف السبب هو المواد نفسها تختلف ساعاتها في المقرر في الكليه عن في الجامعه. نعم. مثلا في الكليه هي 3 ساعات اما في الجامعه 4 ساعات. نعم. فما يعدلون الماده نهائيا. وغير كذا اللي هو المقررات نفسها ما تكون متوافقة مع نفس المقررات اللي في الجامعة، فما يعادلونا نهائيا. يعني محمد انت قاعد تقول شغلات يعني من جد، قبلك كان حسين قاعد يقولي أمينة طالبين لغة وطالبين مو فاتحين كلاسات وما نعرف ايش، وبالرغم من كذا حتى يعني المناهج ما بتتوافق. هذا بالنسبة يعني للجامعات اللي هي زي جامعة الملك سعود والجامعة الملك عبدالعزيز، لما نبغى تخصص مثلا زي تخصص اتصالات ما في الا جامعة واحدة في المملكة العربية السعودية كلها اللي توفر بكالوريوس اتصالات اللي هي جامعة الملك سعود فقط. لكن عبد العزيز وفيصل ما في الا جامعة الملك سعود، وحاولنا نروح نكمل هناك لكن رفضونا بداعي اللي هو الحجج والاعذار حقتهم الواهية اللي هي الساعات والمقررات للأسف. للكليات اللي هي كلية التقنية كان فيها برنامج انه يقبلون من عندنا من كلية الاتصالات لتكملة البكالوريوس، يعني ماخذين اللي معدلاتهم 4 فوق 3.5. طب والباقيين يعني واللي ما جاب ما قدر يجيب 3.5 لأي سبب إن كان، يعني انا ما اقول انه والله في عيب ولا في مشكلة ولا
من حقه أي أحد في السعودية طالب أنه يكمل البكالوريوس. أكيد من حقه، أنا هذا اللي قاعد أقول فيه من البداية، مو بس أنك تكمل البكالوريوس في الجامعات السعودية، من حقك أنك تكمل خارج أيضا أرض الوطن، ابتعاث أسوأ بالطلاب الثانيين، أسوأ بالطلاب خريجين الثانوية. هذا هو أنه هو الابتعاث الخارجي ما يعادلون إلا ساعات اللي هي الساعات ما مو المواد التخصصية، المواد العامة. نعم. في الأخير أنا راح أدرس المواد اللي أنا درستها من معيدها من أول وجديد. نعم. مواد بسيطة اللي يتم معادلتها. نعم. أتمنى. شباب أنا أعرفهم طلعوا درسوا برا ما عادلوا لهم ساعات كثير، فاضطروا إنه يدرسوا بالثلاث سنوات وما فوق عشان يكمل البكالوريوس. بالضبط. بس شيء بسيط بالنسبة للي خريج لسه حديث ويبحث عن الوظيفة، لا يتشرط بالنسبة للراتب. لا يتشرط. حلو. يكسب خبرة سنة سنتين ثلاثة في نفس الشركة، يضغط على نفسه يعني يكمل ثلاث سنوات خبرة، لأنه أي شركة نعم. ثانية ترى أنه أنت عندك خبرة أقل من ثلاث سنوات، هذا معناته أنه أنت غير جاهز للعمل أو نعم. أنك إنسان لعاب. نعم. شكرا لك يا محمد. محمد أحط له فاصل، يلا قول فاصل ونواصل. فاصل ونواصل إن شاء الله. يلا. طاقات بلا حدود، نحن نستثمرك مع أمينة العبد الله. الشكر موصول لكل اللي قاعدين يتفاعلون معنا بحلقة اليوم، تفاعل صراحة أكثر من روعة، يعني أتمنى فعلا أنه يوصل أصداء حلقة اليوم مثل ما قاعدة منه يعني واحدة من الأسامي بنت فاصل تقول أتمنى أن تكفون الاتصالات عشان أصداء أصوات الشباب توصل للمسؤولين الآن خارجين من الدوامات. يلا أرقام تواصلنا اللي حابين يتشاركون معي في موضوع اليوم، خريجين كليات التقنية، خريجين كليات التقنية إلى أين؟ لا وظائف، لا ابتعاث، لا تكمل الدراسة، خلينا نقول داخل أرض الوطن أو خارجها. للي حابين يتشاركوا معي عبر الاسمس مشتركي الاستيسي على 8477700، موبايلي 640660 زين 746262، خط هاتفنا المباشر والمجاني 012-61-61-100، وصفحتنا بالفيسبوك وأيضا تويتر. شكرا لكم من كل قلبي اللي قاعدين يرتوتون لحلقة اليوم، اتحاد 87 وأيضا أمولة وأسامة السباعي، فهد الزهراني، بنت المري، إدريس السليمان، ومحمد البشيري، وكما هذا قلتها الفاصلة. يعني من جد شكرا لكم لكل اللي قاعدين أيضا عبر صفحتنا بتويتر بيحاولون يوصلون أصداء أصوات الشباب. أبو بدر فلاتة من حق الخريجين يطمح لأفضل راتب في زمن الغلاء. طيب أوزيل شكر لكم على الموضوع، لكن لكي يسمع المسؤولين ماذا يعاني الخريج، للأمانة متابعكم في تويتر، شكرا لك. أخونا أيضا الأستاذ حمد النفيع، شكر لك أخوي حمد على المشاركة. ديوان الخدمة المدنية ما فكروا بخريجين الكلية التقنية، وبعض الخريجين اللي توظفوا بيشتغلون بوظائف ليست من تخصصهم، وأيضا يقول لابد من انضمام كليات التقنية إلى التعليم العالي لجل يتحسن كل شيء فيها ويكون لها مستقبل. الآن لا يوجد مستقبل لخريجين الكلية، نأمل أن يكون لهم مستقبل وأكبر مستقبل أيضا. يلا نرجع للمشاركات الهاتفية. أحمد السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، حياك الله يا أحمد. مساء الخير السبعينك. مساء النور. أحمد الزهراني صح؟ أي نعم. يلا حياك الله يا أحمد، تفضل. الله يحييك. خريج للأسف خريج الكلية التقنية، دبلوم سفر وسياحة. دبلوم أنت قد فعلا اتصلت شاركت معنا، حياك الله. صراحة عانيت يعني معنا كثيرة يعني للتخصص نفسه، يعني التخصص أنا أحبه، توجهت لكذا شركات وكذا مؤسسات داعمين لهذا التخصص، يعني أقلها المؤسسة الهيئة للسياحة. نعم. هيئة السياحة والآثار. لا نتمنى أنهم يسمعون، معنا عارف قبل فترة قالوا إحنا نبي، يعني قبل أسبوع أو أسبوعين قالوا. أوكي إذا يبون. أنا رحت قدمت عندهم كذا مرة رفضوني. ليش رفضوك؟ إيش الأسباب؟ ليش رفضوك يا أحمد؟ قالوا روح قدم على النت. قلت طيب أوكي أنا قدمت على الطريقة. تقدروا تخشون على ملفي وتلاقون موجود، يعني أنا أضفت السي في، أضفت شهاداتي، يعني كمان حاب أقدم أكمل بكالوريوس. كلموني في كلية تقنية قالوا الآن ألغوا التخصص هذا بالكامل. قلت أوكي طيب ليش موجود التخصص هذا إذا ما له وظيفة يعني؟
ما أدري صراحة، هذه فوق علامة ألف استفهام صراحة. وكمان الدكاترة اللي كانوا يدرسونا حمسونا كثير على الوظائف اللي موجودة واللي متاحة. تخرجنا وصدمنا يعني، تقريبا لا حصلنا لا وظائف نفس تخصصنا. قدمت على كلية الأمير فيصل، الأمير سلطان معليش حق السياحة، عشان بكمل بكالوريوس، عندهم البكالوريوس. انصدمت ان الترم تقريبا يكلفني حوالي 50,000. على ايش يعني؟ الترم الواحد اذا يكلفك 50,000. والله شوف احمد اذا يكلفك 50,000 روح كمل برا دراستك. ايوه اكمل برا افضل لي، هذا الواقع، هذا الواقع. إيه؟ تكمل برا يعني بشوف انه افضل لك. يعني طيب يعني في تخصصات شباب حابينها يتخرجوا ينصدموا انه ما يلاقوا وظائف نفس التخصص هذا مثلي انا. طيب يعني انا تخرجت ما حصلت وظيفه نفس تخصصي. نعم. طيب شكرا لك يعني، في لان عندي اتصالات طالما اخذتهم على الخط ابي اخذهم، الوقت بدا يداهمنا. باش مهندس مشعل قلت لك اني ارسلت لي اسمك، كان اخذتك عبر الاس ام اس، كان اخذتك مشاركات فيها. ناخذ محمد. الو يا محمد. الو مساء الخير. يا هلا مساء الانوار، حياك الله يا محمد. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طمنينا عن اختك. لا الحمد لله خلاص، الحمد لله رب العالمين. اليومين هذه ان شاء الله تخرج من المستشفى. الله يشفيها ويشفي الدكتور خالد. اللهم امين. تفضل. بالنسبة أنا أقترح أن تكون كلية التقنية تمنح درجات البكالوريوس ليست دبلوم. نأمل ذلك، هذا اللي نأمل إحنا إن شاء الله. إيه علشان يتسنى لهم الوظائف والابتعاث يعني. نعم شكرا لك يا محمد. نعم محمد. يلا تفضل محمد. أمينة تفضل. أيوة تفضل. أنا أقترح أنكم تحطوا موضوع عن الأطفال المصابين بالسرطان. إن شاء الله أبلغ زميلي سكاي سحر موجودة عندي في الاستديو تسمع راح سمعت من نفسها إيه المفروض تسوي. يلا شكرا لك، شكرا لك يا محمد. ناخذ آخر اتصال عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن. الله يطول عمرك، مساء الخير. مساء الأنوار، حياك الله تفضل. بخصوص موضوع الكلية التقنية، طبعا عندي أكثر من نقطة حاب أنه أنا أتكلم فيها. يلا. النقطة الأولى أنه يعني أساسا سياسة المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني أنه ما يبغوا يخرج المهندسين، يبغوا الناس المهنيين اللي هم أقل من المهندسين. ليش؟ هذه سياستهم يعني، ما عندهم توجه أنهم يخرجون الطلاب البكالوريوس. لو كان في توجه كان عقدت اتفاقيات، يعني مثلا في بعض الجامعات تعادل الكلية التقنية دراسة 3 سنوات تقريبا سنة. يعني سنة ما يعادل يعني تقريبا 24 أو 23 ساعة. نعم صحيح. بالنسبة للموضوع الثاني، أنا أحد خريجين الكلية وأكملت من الكلية التقنية عن طريق برامج التشهير في الجامعات الجديدة. حلو. يعني حقيقة فيها يعني حتى معظم الدكاترة المشرفين يعني في تفوق من طلاب الكلية التقنية بالذات اللي يعني مارسوا يعني تخرجوا من الكلية ومارسوا العمل خلال 2 أو 3 سنوات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. ففي دائما تفوق لما يقارن بطلاب يعني بطلاب الانتظام اللي مش على نظام التشهير. لا انت بتدرس اونلاين يا عبد الرحمن؟ لا ابدا. هو ما في اونلاين، هو يعني تخصصات الهندسه لازم تكون يعني موجود. تكون باستمراريه. نعم ما في طيب. اونلاين. طيب انت وين قاعد تدرس طيب؟ نعم الشيء الثاني والاهم من هذا كله يعني هو اساسا سواء المهندس او سواء الفني يعني في نظام الخدمه المدنيه يعني بشكل كبير مظلوم وفي اجحاف في حقه. يعني مثلا المهندس لو نظرنا مقارنة راتب المهندس طيب. براتب الطبيب أو قارنا راتب دبلوم الكلية التقنية براتب الممرض، يعني في إجحاف كبير، في فرق، في ظلم من ناحية التعيين، من ناحية المراتب طيب. بحكم أنه ما في كادر هندسي لهذا الموضوع للأسف. أنا جدا سعدت بمشاركتك عبد الرحمن، أنا أعتذر منك خصمة يعني قدامي أقل من دقيقة. عبد الوهاب القحطاني أعتذر أيضا من مشاركتك. أيضا أود المداخلة أن عمري 21 سنة متدرج من متدرب إلى مدرب التدريب التقني ومهتم بالتدريب والتوظيف ومسؤول عن حديثين التخرج. أبو أحمد معاكم، ياليت من أول والله دازل اسمك. عموما أشكر كل اللي تواصلوا معي في حلقة اليوم من طاقات بلا حدود واللي تكلمنا فيها عن خريجين كليات التقنية. كل اللي تواصلوا معي الشكر موصول اللي عبر الاسم اسس وأيضا عبر صفحتنا بتويتر. كنتم من جد مثل العادة مثل ما تعودت منكم مبدعين وأكثر من مبدعين. الشكر أيضا موصول لزميل تفد وبوغس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية.
كنت معكم من خلف المايك والإعداد أمينة العبدالله. إن شاء الله رح ألتقيكم بكرة في نفس الحزة من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا من خلال طاقات بلا حدود. فمان الله.